لتحليل حالة العداء للإسلام التي يروج لها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ينضم إلينا الدكتور عز الدين الزير الباحث في شؤون الإسلاموفوبيا عبر الهاتف من روما. مرحبا بك دكتور عز الدين. مجلس التعاون الخليجي، منظمة التعاون الإسلامي وبعض الدول كالكويت تركيا رفضت هجوم الرئيس الفرنسي على الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا الاستنكار والرفض والشجب كاف بعد تكرر الإساءة للإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ حياكم الله. حقيقة يعني زعماءنا العرب وزعماء دول الخليج ومجلس التعاون الخليجي أعتقد عندهم إمكانيات كثيرة أكثر من هذه حتى يضغطوا على السياسة الفرنسية عن طريق التجارة، عن طريق سفرائهم، عن طريق السياسة، عن طريق توضيح واقع الإسلام وواقع المسلمين. للأسف الشديد الرئيس الفرنسي يعني هو خلال العام عنده انتخابات، العام القادم عنده انتخابات، وهو أثبت فشله لإدارة دولته في فرنسا، فأراد أن يستعمل خطاب التخويف من الإسلام، الإسلاموفوبيا، وحقيقة للأسف الشديد نجح نجاحا يعني كبيرا لاستعداء غالبية الشعب الفرنسي ضد الأقلية المسلمة في فرنسا. وكما ذكرتم في تقريركم يعني تم إغلاق أكثر من 70 جمعية إسلامية، هناك اعتداءات يومية على المواطنين المسلمين. المطلوب من الزعماء العرب والمسلمين أن يقفوا دفاعا عن الإسلام، دفاعا عن رسول الإسلام، لكن للأسف الشديد مواقفهم أغلبيتهم مواقف سلبية. دكتور ماكرون يرى أن قراراته إصلاحية وتحافظ على هوية فرنسا، يعني هوية فرنسا هل هي مرتبطة بتشويه الأديان؟ هذا كلام ينم عن جهله بهوية فرنسا. هوية فرنسا العلمانية التي يدعي بأنه يحافظ عليها، على رأسها الحرية والعدل والمؤاخاة والأخوة. الحرية لا تعني الاعتداء على الآخر. إذا المسلم يقول لك هذه الألفاظ وهذه الرسومات تستفز مشاعري كمسلم، فهنا تقف، هذه ليست حرية وإنما تعتبر اعتداء على الآخر. أما إذا اعتبرنا هذا حرية فنعتبر أيضا أنه الشخص الذي قام بالعملية التي نددنا بها بقتل المدرس أيضا هذه حرية. معناته كل إنسان معناته الفوضى، ولكن الحرية هي مسؤولية، هي احترام للآخر، عدم استفزاز للآخر، عدم تعرض للآخر، هذه هي حرية. أما إذا أراد هو أن يخرج من الحرية بأنها الفوضى، هل شملت هذه الحرية التي يتحدث بها ماكرون باقي الأديان، باقي المعتقدات مثلا، أم فقط المسلمون ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، هي بالنسبة للمعتقدات ما عندهمش مشكلة للأسف الشديد. هم أهم شيء عندهم في فرنسا ما تتكلم على قضية المحرقة، يعني قضية اليهود ليس كدين وإنما كسياسة صهيونية. لذلك سنوا قانون من يتكلم يعاقب، وكلنا نذكر تقصد من يشكك في المحرقة يعاقب، من يشكك، من يتكلم بأنها نظرية المؤامرة وكذا. ونذكر كلنا الفيلسوف الفرنسي المسلم روجيه جارودي الذي عوقب بعد أن ألف كتابا عن الأساطير المؤسسة للدولة الصهيونية، وعوقب بغرامات مالية وكذا. فهذه الكيل بمكيالين. أما بالنسبة للأديان هم للأسف شديد يزدرئوا الدين المسيحي، يعني عندهم صور كاريكاتيرية تسيء إلى عيسى عليه السلام، وهذا هم فرنسا علمانيتها للأسف شديد هي علمانية متطرفة وليست العلمانية التي يعني
تبقى على نفس المسافة من جميع المواطنين، وإنما هي علمانية تزدرئ الأديان ولكنها تحافظ فقط على النفس الصهيوني والمحرقة فقط. هناك حملة مقاطعة دكتور عز الدين، هناك حملة مقاطعة بدأت تتزايد أعداد المشاركين فيها، يعني حتى المحلات التجارية الكبيرة البسيطة المتوسطة بدأت تعلن عدم بيع المنتج الفرنسي. من وجهة نظرك يعني ما مدى أثر مثل هذه الحملات في الرد على الإساءة لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. أرجو أن تكون يعني لها دراسات. حقيقة اليوم الشركات هي شركات عالمية عابرة للقارات. أعتقد التأثير السياسي يعني ممكن يكون محدود إلى حد معين، لذلك ندعو وإن كنا يعني لا نرى مبشرات السياسيين، ندعو رؤساء الدول، ندعو سفراء الدول العربية والإسلامية أن تتدخل تدخلا مباشرا. كما نعلم هناك تصرف المليارات من الدول العربية على شراء الأسلحة من فرنسا. مقاطعة شراء الأسلحة من فرنسا هذا سوف يؤثر، أي نعم، في بعض الأمور الأخرى أعتقد أنه ليس له تأثير اقتصادي، لكن له تأثير نفسي طبعا. التأثير النفسي موجود هذا، ولكن يعني لو دولنا العربية التي تصرف المليارات، ليس الملايين وإنما المليارات، عشرات المليارات، وتقوي اقتصاد فرنسا، تشتري أسلحة وتكدسها في المخازن حتى تنتهي صلاحيتها ثم تقوم بشرائها من أول جديد من فرنسا، فأعتقد هذا سوف يؤثر تأثير يجعل رجل كماكرون يعني يفكر، بدل ما يفكر عن جهل يفكر بحكمة. شكرا لك دكتور عز الدين الزير، الباحث في شؤون الإسلاموفوبيا، كنت معنا عبر الهاتف من روما.